سبب الانتشار في المرض في الأصل هو أصلا دولة الصين. يعني ليه بقى؟ لأن نتيجة هناك العادات الغذائية مش عايز أقول الغريبة إنما الغير نمطية أو الغير تقليدية، حصل ممكن نقول إن يعني تحول من الفيروس الإنفلونزا العادية إلى كوفيد 19، رغم إنه موجود من الستينات، ولكن التحول بدأ منين؟ من الفيروس الإنفلونزا العادية قدروا إنه يتحول في دم الإنسان الصحي البطل، اللي حتى سيادتك تلاقي واحد مثلا شخص مثلا معين، الرياضيين بالذات كمال الأجسام، تلاقي سيادتك هنا التفاوت ممكن يبقى عنده نسبة الحديد عالية، عند أصابته بفيروس كورونا ممكن ينتهي في لحظات في خلال ساعتين، خلاف واحد إنسان تاني يكون عنده أنيميا. يعني عنده أنيميا، ده من ناحية النظرية. كل ده كلام نظري. على فكرة بنتكلم في بحث علمي، وده اللي نوهت عنه في البداية. البحث العلمي عنده طموح، بيفكر، بيدرس اللي حواليه، وبيحاول يستخلص نتائج. مين الجهة العلمية في مصر اللي تابعت مع حضرتكم؟ هو فندم طبعا هو مركز البحوث الزراعية عندنا، ومركز البحوث مركز قومي للبحوث. مركز البحوث الزراعية كزراعة، وده تخصصنا. مركز البحوث القومي في مجالات مختلفة. في مجالات مختلفة. قسم ايه اللي بيتعاون معكم؟ هو كان قسم اللي هو البيوتكنولوجي والافات. بيوتكنولوجي والافات. رايهم كان ايه اول ما يعني عرضتم عليهم البحث؟ هما بالعكس، ده هما يعني كان هما الاول، يعني كان في تعاون ما بيننا وما بينهم. يعني سعادتك مجرد معلومه بنطرحها على الاستاذ الدكتور منال عادل، وهي يعني بتعطينا قصادها معلومه تانية لحد ما كوننا فكره. الفكره الاساسيه دي بتبنى على ان فيروس كوفيد 19 بيهاجم الخليه البشريه على اساس مستوى الحديد في الدم، بس بل بالعكس، ان بيخش مع مستوى الحديد في الدم مستويات المغنيسيوم والزنك،